السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنعتذر على الغياب ديالي نظرا لتواجدي بعطله في المغرب، ولذلك قررت اني نبدا معكم يعني تحضيرات شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم شناك مالحين كيجيو غزالين في رمضان بحشوه اقتصاديه وسهله، اللي غنحتاجوا ليهم جوج معالق ديال الزيت، خميره هكا خماره وخميره ديال العجين، الملحه وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده و500 غرام ديال الدقيق. وغادي نشوفوا مع بعضياتنا طريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذوا الدقيق ديالنا، نص كيلو ديال الدقيق، سواء يعني تعجنوا بيديكم او لا تستعملوا العجانه الا كانت عندكم كتكون اسهل. غادي نديروا الدقيق ديالنا ونزيدوا عليه المكونات كامله، جوج معالق ديال الزيت، جوج معالق ديال السكر سنيده، شويه ديال الملحه، خماره، الخميره ديال العجين، وغادي نزيدوا الماء دافي وغادي نجمعوا العجينه ديالنا وندلكوها مزيان مزيان. هاد العجينه البنات كتجي هشيشه وبنينه وخفيفه، وحتى الحشوه ديالها حشوه اقتصاديه وكتخرج لك كميه كبيره. كما كتشوفوا معايا هنايا العجينه ديالي غتبدا نجمعها هكايا، غادي نجمعها وغادي نخليها تدلك شويه، ومن بعد غادي نديرها كويرات وغادي نحطها على جنب ترتاح. وبطبيعه الحال مني نديرها كويرات ضروري ضروري ما نغطيو العجينه ديالنا، ما نخليوهاش منها البرد لحقاش كتقصح لينا وتخسر لينا العجينه، لذلك من الاحسن نغطيوها ونحطوها على جنب. وهنايا من بعد ما وجدنا العجين ديالنا غادي ندوزو نوجدو الحشوة ديالنا، حشوة بالخضار اقتصادية 100% وصحية في نفس الوقت. غادي نحتاجو البصلة هكا مشلضة، غنحتاجو كذلك الفلفلة حمراء خضراء صفراء حتى هي الى عندكم، انا استعملت الموجود عندي، وقرعة خضراء هكا محكوكة، شوية الفرماج، وبالنسبة للعطرية نتوما نسمو بأي حاجة بغيتو. هنا عندي الملحة والإبزار، شوية الكامون، التحميرة، وندوزو لطريقة التحضير. غادي نديرو شويه ديال الزيت في مقلات وغادي نشحروا البصله ديالنا حتى تبدا تدبال ونزيدوا عليها الفلفله. بالنسبه كما قلت لكم اللقامه اولا التوابل، نتوما ديروا اي توابل كيعجبكم، انا كنفضل هاد ربعه ديال التوابل وما كنبغيش ندخل عليهم سكنجبير اولا الخرقوم لحقاش كيقتل هذيك البنه ديال الخضره. من الاحسن كنسمو غير بهاد الاربع مكونات وكتبقى ليا البنه ديال الخضره ديالي كاينه. وكما قلت لكم من بعد ما كنخلي شويه البصله هكا تصهد غادي نضيف عليها الفلفله ونخليها حتى هي تصهد ليا وتتبان ليا شويه عاده باش نكمل الطريقه. وهنايا كما كتشاهدوا معايا من بعد ما دبلت لي الفلفله ديالي غادي نضيف القرعه محكوكه هكا خضراء وغادي نضيف القامات ديالي كامله ونخلط مزيان ونخليهم حتى يطيبوا مع بعضياتهم ويندمجوا مع بعضياتهم. وهكا تكون الحشوه ديالي وجدات. غادي نحطها على جنب تبرد وغادي ندوز نوجد شناك ديالي. بالنسبه للحشوه ديالي ها هي كنحطها على جنب حتى كتبرد، الفرماج هكا محكوك، شويه ديال الزنجلان باش غادي نزوق الزيت باش نطلق العجينه، وهذا صفر بيضه او حتى صفر جوج بيضات. وغادي نبدا نطلق العجينه ديالي كويره كويره على هذا الشكل هذا ونسرح الحشوه. بطبيعه الحال كنفرتتها هكايا ما كنديرهاش في جهه واحده،
باش كتجيني الحشوه كاينه في شنك كامله ماشي في جهه واحده. وغادي نحك اولا غادي ناخذ الفرماج محكوك غادي ندوب نفرته هكايا بهذه الطريقه هذه. انا بالنسبه للفرماج كنصحكم تستعملوا هذه الطريقه هذه على انه ديروه مع الخضره وتيدوب وما تبقاش باين. من الاحسن ديروا هذه الطريقه هذه ومني كتجبدوه هكا من الفران تيخرج هكاك الحشوه كتعلك لانه يلاه كيدوب فيها وكيعطي يعني واحد المذاق وواحد التعليكه زوينه لداخل. وهكا هذه هي الطريقه اللي كنجمعوا بها العجين. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه مره اخرى ونرجع لكم. كما كتشوفوا كنستمر على هالطريقه هذه حتى كنكمل العجينه ديالي والحشوه ديالي كامله. وغادي نحطهم او نوجدهم في لاطه هكا اللي غادي تدخل الفرن وغادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت في نفس الوقت باش يجيني الطياب ديالهم متوازن ويتحمروا ليا من الفوق عاد نخرجهم. كما قلت لكم غادي نستفهم وغادي نديرهم فوق اللاطه وغادي ندهنهم بالصفار ديال البيض على هذه الطريقه هذه كما غادي تشوفوا معايا. دابا هنايا دهنتهم بالصفار ديال البيض وغادي نفرتت عليهم الزنجلان بهذه الطريقه هذه وغادي ندخلهم الفرن ديالي كما قلت لكم على درجه حراره 180 درجه وغادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت حتى يتحمروا. هذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم، نتمنى يكون عجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.